فت الو، الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مدام دعاء، ايوه اهلا وسهلا. انا حضرتك، انا يعني بشتكي، بعاني من حاجه اسمها خيانه. خيانه جوزي حاجه انا مش عارفه اعمل، مش عارفه احجمه خالص خالص. الخيانه دي اكتشفتها من اول يوم جواز، هو من حضرتك اول يوم جواز متجوزة حضرتك. بقالك كام سنة؟ يعني اتخلي يحصل الاشكال بسبب الموضوع ده وتبقي تفهمشي. فوجئت ان هو بيجيب، يعني انا عارفه ان هو بيصاحب، اوكي، ما اعرفش ان هو اصلا بيجيب حتى في البيت هو اساس. متجوزة بقالك كام ادينا سنة يا ادينا مدام 12 ميرفت؟ حضرتك. انتي متجوزة بقالك سافر كام اصلا، سنة؟ اجي من بيت، من سامعيني. بيت اهلي اللي هنا اسكندريه، الاقي حاجتي مش موجوده، حاجتي مسروقه، حاجتي مسروقه، حاجتي اصلا الخصوصيات مسروقه. انا كنت عارفه ان هو كده، يعني انا بشكل صاحبه، يعني بقول له، يعني يساعدني في ان احنا نقاومه. حكى لي ان هو حكى لي حاجات انا مش اعرفها عنه، يعني بحسبه ان هو اصلا في، لا ثواني يعني ثواني ان هو صاحب، بس يا قال لا مدام خيانه ميرفت، فراش او روح لها. يا مدام ميرفت ايوه، ثواني، يعني صاحبك هو اللي وصل لك، لا صاحبه قصدي، صاحبه هو، صاحبه هو اللي وصل لك انه بيخونك؟ لا امال انا قبلها اكتشفت من بسمعه بيتكلم في التليفون، وبعدين حكيتي لصاحبه ان وصاحبه هو قام اصلا كانت تقول ان مكمل، هو عند صاحبه. قام صاحبه مكمل بقى وقام مطلع لك كل اسراره. انا هو طيب كان اصلا، او كان بيبرر حضرتك قبل حضرتك قدام دعاء، هو كان اصلا بيبرر موقفه ان هو اصلا اليوم ده كان عند صاحبه. فبقول لصاحبه، فراح قال لي بقى حاجات يعني ما كنتش اتوقعها خالص. خيانه فراش 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 حضرتك، فاهمه ازاي؟ خيانه خيانه، زنا 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 حضرتك، فاهمه ازاي؟ انا مش عارفه اعمل ايه. انتي يعني متجوزة يفتكر ان بقالك حضرتك كام يضربني، سنة؟ متجوزة بقالك اي كام حاجتي سنة مسروقه. وعندك ولاد ولا لأ؟ نعم، متجوزة بقالك كام سنة وعندك ولاد ولا لأ؟ احنا ده بص حضرتك، انا فعلا رحم، انا فعلا رحم من حوالي من 3 سنين، وهو اصلا طبيب ما بيخلفش، هو اصلا طبيب اوكي. ما بيخلفش، وانا فعلا رحم 3 سنين حضرتك، ومتجوزين بقالكوا قد ايه؟ بقالنا 8 سنين حضرتك، 8 سنين. 8 سنين، تمام. ثمان سنين فانتي من مش اول عارفة، يوم كان المنظر ده. هو حضرتك اصلا، هو اصلا استاذ جامعه، استاذ دكتور في الجامعه، وعين وترقى رئيس قسم حضرتك. يعني خلاص حضرتك ما يعني تفسريش. بالنسبه لحتى اصلا اللي اصلا بيخوني معاها، ممكن تكون سوري في اللفظ، ممكن تكون مات البواب، ممكن تكون اصلا اي انسان، مش مهم اصلا دي اصلا مستواها الاجتماعي او اللي، مش مهم اي حاجه، بس اصلا في استجابه خلاص، ممكن يروح لها البيت اجيبها البيت. وعندها اولاد كبار حضرتك، يعني دي بس انتي اتكلمتي دي جارتنا، معاه؟ دي جاره ليا حضرتك، جاره بيني وبينها عمرتين. اتكلمتي معاه؟ ده كتير رهيب. اتكلمتي معاه؟ كتير كتير، قالك ايه؟ بيقولك ايه؟ يحلف على المصحف كذب، يحلف على المصحف كذب، يحلف بالطلاق كذب، يحلف بالله كذب. لما خلاص انا منهاره حضرتك، انا مش عارفه اخد قرار، مش عارفه اخد قرار في حياتي معاه. يحلف على المصحف كذب، اوكي، طب قوليلي يحلف قوليلي بالطلاق كذب هو حضرتك، بالطلاق طب كذب حضرتك، ماما بالطلاق كذب. تسمعيني، قوليلي قوليلي انت يعني ما فكرتيش تتطلقي وانك مش عايزه تكملي مع شخص كذاب وخاين وزاني؟ يعني مش عايزه، ما فكرتيش تتطلقي؟ ما انا عرفت عليه طلاق، كل اللي عرضنا عليه طلاق يقول لي الجاي محكمه، روحي محكمه، انا ما بطلقش، الجاي روحي محكمه، اللي بقى يعني كل حقوقي كلها سقطها خالص، هو حقوقي مش عاجبني خالص، حقوقي ما يبقاش خالص خالص، وكل هدفه ان اصل حقوقي يسقطها. يعني طلاق يقول لي الجاي محكمه، يقول لي ما، يقول لي قلت له ما فيش عيشه بالعافيه، انت يعني عايز زي ما انت في مزاجك، بس انا ما ينفعش يبقى عايش بالمنظر ده، الوضع ده يعني. يبقى انا قاعده، انا هو هنا في القاهره، بيشتغل في القاهره حضرتك، فاهمه ازاي؟ وعارفه بيعمل ايه حبيبي، عارفه بيعمل ايه هنا في القاهره، انت في عارفه بيعمل اسكندريه ايه. وهو في القاهره. صعب طيب عليا يا قوي مدام الناس كلها. ميرفت، اسمعي راي فضيله الشيخ احمد تركي، ربنا يكون في عونك. قصه زي كده يعني طالما هي بتحكيها بالوضع السيء ده، مش عارفه هي ممكن تتعامل معاها ازاي، وبالذات ان هي عايزه تاخد حقوقها. ست يعني اتجوزت 8 سنين وعايزه، مش عايزه يعني، ممكن واحده تانية تبقى مستغنيه وتخلعه وتبريه وكذا، انما هو ده اللي عاوزه. يعني هو مش عايز يدفع اي حقوق ولا اي واجبات عليه خالص. فهي تعمل ايه فضيلة الشيخ؟ وبداية أنا عايز أنبه لأمر في غاية الأهمية، أن الزنا لا يثبت بأن صديق يقول. إثبات الزنا ده 4 شهود ولهم ضوابط وموجودة في الفقه، وبالتالي إذا ده حصل نقدر نقول إن فلان والعياذ بالله زنا. ده ما حصلش، أوعى حد يقول إن فلان زنا. ده قولا واحدا، هي طبعا قولا واحدا. مستغربة صاحبه اللي باعه. لان بقى ايه لان ايه
لان رب العالمين علمنا ان دي اعراض. طبعا. والاعراض ممكن على طول لو ده ما حصلش بالقذف. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا فشهادات احدهم اربع. القصه الكبيره ديت اللي هو ايه؟ ان واحد شكك في مراته فبالتالي ربنا شرع الملاعنه او هو شافها شافهم وضعهم كده. ده قصه ثانيه قضيه الملاعنه ديت. فبالتالي ده رقم واحد. رقم واحد ان احنا ما نقدرش نتهم اي حد بجريمه زي ديت بدون اثبات. والاثبات طبعا مستحيل. انما هي لو واحده بقى لو دخلت ولقيت جوزها كده تعمل ايه؟ تطلع على طول. على طول. لو هي متاكده بقى. متاكده بقى على خلاص تطلع. وما تفضحوش ولا تقول. كمان ما تفضحوش ولا تقول. والعكس ما يفضحهاش. لان هي كده كده ارتكب جريمه. هو كمان هيفضحها. هو كمان كده ارتكب جريمه. او هي كده ارتكبت جريمه انها الفضيحة. تقول عليه انه بيخوني او بيخوني. لا اتطلقي وخلاص. ده في الحالات دي فضيحه. اتطلقي وخلاص. الفضايح للركب. مش كده بقول لحضرتك اهوت. يعني ان ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. طب هي اصل هقول لحضرتك حاجه. انا بحكي لك الوضع وانت اكيد عارف. حضرتك عارف اللي حاصل. بتبقى الفضايح في الحاجات دي للركب وتصوت وتلم علي الناس وما بتروح والناس المكان. تعرف انه جاب واحده. بتروح المكان اللي هو فيه وتقعد تصرخ تحت البيت والبيت مثلا. هل ده مش حرام؟ ده حلال؟ ده حرام قصدي؟ طبعا. هي نفس اللي احنا بنتكلم عنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بتبقى شايفه انه عندها حق انها تعمل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما واحد جاي متطوع ليه؟ وقال له يا امير المؤمنين فرحان بقى راح يبلغ عن حاله زنا. يا امير المؤمنين اهو. فضربه بالدره. قال هلا سترتهما بطرف ثوبك. فمنهج الاسلام هنا حتى لو رايت فاحشه عليك ان تستر. ما دام ربنا ستر عليك ان تستر. ولو فضحت ربنا هيفضحك. من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته حتى فضحه ولو في اهل بيته. فالموضوع الاعراض ده موضوع كبير بلاش نتكلم فيه خالص. طيب. نهائيا فكرة. انما انت بينك وبين نفسك يا مدام عارفه كده خلاص وتاكدت ان هو بيعمل الكلام ده مش لازم بقى على التلفزيون وعلى الهوا وفلانه وعلانه واصحابي واصدقائي وتكلم اخو صاحبه وصاحبه يكلمك. طب ما ده انت عملت الجريمه برضو. انت برضو كده عملت جريمه. احنا ما بنتكلمش هنا على الست مع الراجل. العكس برضو والعكس صحيح. بنتكلم مع الراجل راجل والست. ده شرع ربنا وحرمات الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لاي احد ان يتعدى عليها ويتعدى فيها. بس بيبقوا محروقين يا فضيله الشيخ. انا بقول لك بقى يعني احنا بنبقى الست تبقى محروقه من جواها قوي وهي ماشيه مجروحه. ما هو مجروحه, بس فالناس بقى تقول لك وهو سابك ليه يا حبيبتي. فتبقى كلمه سابك دي تموتها. فتقول لك لا مين ده اللي سابك. عند الصدمات الاولى. ما هو برضو ساعه ما بيحصلش عندنا حال توفر لكم محروقين. بس ايه الفرق ما بين المؤمن والفاسق؟ المؤمن هنا جهاد النفس بقى. جهاد النفس. بيمسك نفسه وبيضبط فعلاته. والنبي عليه الصلاه والسلام لما مر على الست وبتبكي على ابنها على القبر. في اكتر من كده. وقعدت تولول وتدعو بدعاء الجاهليه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام استعيني بالله واصبري. انما الصبر عند الصدمه الاولى. وبالتالي هنا لازم ناخد بالنا من النقطه دي. لان احنا ممكن نرتكب خطا اشنع. والتشنيع بالزنا اشنع من الزنا. والفضايح في الزنا والاعراض والنيل من الاعراض اشنع. النبي عليه الصلاه والسلام عدها من السبع المبيقات. قال اجتنبوا السبع المبيقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ واحد اثنين ثلاثة وقذف المحصنات الغافلات. بس ماشي الزنا. سبحان الله. يعني 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 هنا قذف والاتهام بالباطل او الاتهام او 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 الفضايح الناس في اعراضهم هي اشنع من الجريمة في حد ذاتها. انت تعملي ايه؟ طلقي على طول. ما دام انت وصلت للدرجة ديت يا مدام طلقي قولا واحدا. واعتقد ان انت لو مهما كانت الظروف انا مش عارف تفاصيل يعني ما نقدرش نتكلم عن تفاصيل ونحكم لك في القضيه. لكن انا اعتقد تنازلك حتى عن المهر وعن الحاجات دي كلها اهون بكتير من الهم اللي انت فيه وتنازلك عن كرامتك.